نروح لقطر وزميلنا الصحفي الأستاذ حسام نبوي، طبعا الصحفي بجريدة الرايه القطريه. أستاذ حسام، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك كابتن اسلام؟ تحياتي ليك وللساده المشاهدين الافاضل. اهلا وسهلا يا فندم. استاذ حسام، اولا امبارح كان يوم او كان بدايه كاس العالم، امبارح شفنا افتتاح رائع جدا، ولكن المباراه اذا كنا هنتكلم فنيا الاول طمنا على الافتتاح وامور الافتتاح، اعتقد الاجواء كانت رائعه وعيشنا في الاجواء هناك. طبعا الاجواء كانت رائعه، الكل شاهدها خلف الشاشات، ملايين بل المليارات حول العالم شاهدوا نعم الافتتاح التاريخي. احنا بقى الوضع كان مختلف جدا داخل الملعب، اجواء اكثر من رائعه فعلا، الكل استمتع. قطر قدمت صوره مبهره وقدمت حفل افتتاح اسطوري تاريخي من وجهه نظري، شمل العديد من الثقافات، مزج بين الثقافه العربيه والثقافه الغربيه. لاول مره نشوف ايات من الذكر الحكيم القران الكريم يتلى في افتتاح كاس العالم، كان في رسائل كثيره مهمه جدا في كاس العالم، في حفل الافتتاح قدرت قطر انها توصلها لكل العالم. فالحفل الافتتاح كان رائع جدا، لدرجه ان الهدايا اللي كانت بتتوزع على الجماهير يا كابتن اسلام، تخيل 67 ألف مشجع في الاستاد كلهم حصلوا على هدايا عباره عن حاجات من الثقافه العربيه، مسك وعود وعنبر وشال عربي، كلها حاجات ذكرى جميله للجماهير الاجنبيه اللي حضرت الافتتاح. طيب ردود الافعال ايضا قبل بس ما نتكلم، ردود الافعال وحضرتك كنت متواجد في الاستاد على الجانب الاجنبي اللي هو مش العرب، يعني ردود افعالهم ايه على ما حدث امبارح؟ هم كانوا منبهرين جدا وسعداء بالاجواء، وخاصه الجماهير الاكوادوريه لانها كانت ليله سعيده بالنسبه لهم برضه. طبعا قدروا انهم يحققوا الفوز على البلد المستضيف لاول مره في تاريخ المونديال، يعني من اول انطلاق المونديال للنهارده البلد المستضيف عمره ما خسر في مباراته الافتتاحيه، قدر المنتخب الاكوادوري ان هو يخسر ده. الجماهير الاجنبيه بشكل عام في الشوارع في مناطق الفعاليات سعيده جدا بالاجواء، لان الوضع مختلف بالنسبه لهم، اول مره نعم يمشوا يعني يشوفوا الثقافه، يشوفوا اللبس العربي ده، يشوفوا لدرجه يعني في الشوارع القطريين بيقدموا لهم تمور وقهوه عربي وحاجات غريبه عليهم بشكل كبير جدا. خلي بالك هم مش متعودين على كده، هم متعودين على حاجات مش اخرى. متعودين على كده، مش متعودين على كده فعلا، فالاجواء بالنسبه لهم مختلفه وردود الافعال بالنسبه لهم الصراحه اللي الجماهير مبسوطه جدا، لدرجه بعض الجماهير بتلبس شال وغطره وقال في الشارع اللبس العربي ده. ايوه فالاجواء اجواء مونديالية جيده جدا يا كابتن اسلام هنا في الدوحه الصراحه. طيب لو رحنا بقى للجانب الفني، امبارح في مباراه الامس كثير من المتابعين للمنتخب القطري شايفين ان كان من الممكن افضل مما كان بكتير في هذه المباراه، لانه هذا المنتخب صرف عليه اولا مبالغ كبيره جدا، ثانيا ان هو منتخب قطر كان يعني من هم صغيرين موجودين مع بعض باستثناء طبعا المجنسين، فبالتالي لما تيجي تتكلم عن نتيجه المباراه مفيش مشكله ان انا اتغلب 2-0، ولكن ان يظهر المنتخب بهذا الشكل السيء جدا فنيا اعتقد هو ده اللي كان مشكله كبيره جدا. فعلا هي كانت مفاجاه حفل الافتتاح، المستوى السيء للمنتخب القطري في المباراه كان، وده مثل صدمه للشارع الرياضي القطري بكل تاكيد، وهناك ردود افعال غير جيده جدا على اداء المنتخب، لان زي ما انت قلت تم توفير لبن العصفور لو نقدر نقول. صحيح. المنتخب القطري يعني والجيل ده بالذات يعتبر افضل جيل في الكره القطريه، جيل فايز بكاس اسيا تحت كاس اسيا مظبوط. فايز بكاس اسيا كبير، المنتخب ده مع المدرب بتاعه هو فايز معاه بالبطولتين، معاه بقاله 6 سنين، شاركوا في جميع البطولات ممكن تتخيلها، لعبوا جميع الفرق في جميع القارات، كوبا امريكا، تصفيات الكاس الذهبيه، تصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم شاركوا فيها، بطوله العرب، كاس العرب كمان لعبوا منتخبات افريقيه فيها زي الجزائر ومصر، يعني لعبوا على مستوى عالي وعشرات المباريات الوديه، لدرجه ان ما فيش منتخب من المنتخبات ال 32 المشارك في المونديال عمل معسكرات خارجيه في الفتره الاخيره زي منتخب قطر. صحيح. منتخب قطر من شهر 6 تم تفريغ اللعيبه لمعسكرات خارجيه وما لعبوش مباريات الدوري مع انديتهم، يعني بقى لهم دلوقتي 5 6 شهور في اوروبا ما بين اسبانيا للنمسا بيخوضوا مباريات تجريبيه وبطولات وديه معلنه وغير معلنه لتجهيزهم لهذه المباراه، ولكن انا بعتبرها السبب الرئيسي هو رهبه المونديال، الجيل اللعيبه كان عندهم رهبه، العالم كله بيتوجه اليهم، انظاره بتتوجه اليهم، كل الناس في المدرجات على مستوى عالي، اللعيبه ما قدرتش تتعامل مع الموقف ذهنيا ونفسيا بشكل جيد، لان المنتخب القطري عنده مستوى افضل من كده بكتير جدا جدا جدا.
ولكنه وضع نفسه في مأزق، وضع نفسه في موقف صعب بالخساره في مجموعته، خاصه بعد خساره السنغال النهارده من هولندا ب2-0. المباراه الجايه يوم الجمعه مع السنغال هتكون مباراه مصيريه حياه او موت للفرقتين، خاصه ان الاكوادور هتلاعب هولندا والاثنين فايزين 2-0، فحسابات المجموعه صعبه جدا على المنتخب القطري. لكن المنتخب القطري هو عنده مستوى افضل، فده اللي مزعل الناس في قطر اكتر من المنتخب ومن اللعيبه. طيب هل من الممكن ان يكون، يعني انا مش عارف اقول ايه، انا متاكد انه طبعا لن يكون هناك تغيير للمدير الفني دلوقتي، لانه الكثير والكثير بيلقي باسهم النقد على المدير الفني، لانه شايفين ان هو الاربع خمس شهور من ضمن الحاجات او من ضمن الانتقادات اللي بتتقال ان الاربع خمس شهور الاخيره ما قبل المونديال ما كان يجب ان هو يعمل لهم معسكر بهذا الشكل. ده من ضمن الانتقادات اللي بتتقال. هي كانت استراتيجيه وتم الاعلان عنها، اسمها الاستراتيجيه الجديده، معلنه من قبل الاتحاد القطري لكره القدم ومن قبل مؤسسه دوري نجوم قطر برؤيه فنيه لخبراء اجانب كمان، مش فيليكس سانشيز وحده هو اللي وضع خطه الاعداد، ده مستعينين بخبراء لوضع خطه الاعداد، فهم فكرهم ان هو ده هيوصلهم لافضل جاهزيه قبل المونديال. نعم. ولكن الوضع انقلب تماما وانعكس تماما على اداء اللاعبين في الملعب. الاداء اللاعيبه نفسهم، اللاعيبه مش في مستواهم، كل اكرم عفيف افضل لاعب في اسيا، سعد الشيف ده واخد افضل حارس في كاس اسيا 2019، ظهر مهزوز جدا مهزوز جدا منذ بدايه المباراه، من افضل الحراس في قطر. معز علي هداف كاس اسيا وهداف كوبا امريكا وهداف تصفيات اوروبيه، اللاعب الوحيد اللي في العالم اللي سجل في اربع قارات مختلفه، ما كانش موجود في المباراه اول امس. فاللعيبه بشكل عام الفريق ككل مستوى من اللعيبه نفسهم لم يظهروا روح قتاليه ولم يظهروا رغبه في الفوز، وادائهم ما كانش على المستوى المطلوب، هو يتحملها فيليكس سانشيز من ناحيه واللعيبه تتحملها ايضا من ناحيه من جانب اخر. فانا ما اعتقدش ان فيليكس سانشيز هيكون كبش الفداء ويتم الاطاحه بيه دلوقتي، الوضع الامور بتتخذ بشكل اخر. هم هنا مش طالبين ان احنا ننافس على كاس طبعا عالم، ولكن الشكل العام مظبوط، هم طالبين الشكل العام، صحيح الشكل العام والاداء يكون افضل. بقول لحضرتك واحنا قاعدين يعني كمتابعين للمنتخب القطري خلال الفتره الاخيره واستعداداته، لا احنا كنا انا شخصيا كنت متخيل ان يكون هناك شكل على الاقل، حتى التنظيم، حتى وانت واقف، حتى وانت يعني، لا المنتخب الاكوادوري بان قوي جدا، هو منتخب قوي طبعا وكل حاجه، ولكن هو جدا وكل حاجه، ولكن بان قوي جدا جدا جدا، لانه المنتخب القطري كان ضعيفا جدا جدا جدا، يعني قول جدا بقى على قد ما تقدر يعني. اللعيبه كانت تايهه يا كابتن اسلام في الملعب، ترابط بين الخطوط، مفيش انسجام، في اخطاء، في ثغرات خلف الدفاع، في اهتزاز من حارس المرمى، استغل ده جيدا المنتخب الاكوادوري وسجل ثلاث اهداف في نص ساعه. اول ثلاث دقائق كان هدف تم الغائه بعد الرجوع لتقنيه الفار وتقنيه النصف آلية اللي اول مره يتم استخدامها في مباريات كاس العالم. نعم، يعني بتتحسب الكره بالسنت، الكره نفسها في 12 كاميرا بتصور من قلب الملعب الكره نفسها عدت ازاي، فدي تقنيه جديده جدا بتدي القرار صحيح للحكم. نعم. وبعد كده جاب كمان هدفين في الدقيقه 31 كان الهدف الثالث. لا وخلي بالك المباراه في الشوط الثاني كمان كنت بتتكلم على ان هي لعب تجاري، يعني الاكوادور منتخب الاكوادور بيلعب لعب تجاري، يعني شاف نفسه بقى ايه مع رجع لورا ومنتخب قطر مسك كوره نوعا ما، ولكن كله بدون اي خطوره، بدون فاعليه. طيب خلينا نروح بقى للمنتخبات العربيه. المنتخبات العربيه اعتقد لها وجود الجمهور العربي في المدرجات اعتقد هيفرق كتير جدا مع المنتخبات العربيه يا استاذ حسام. بكل تاكيد قرب المسافه يا كابتن اسلام له عامل كبير جدا، يعني احنا اليوم طول النهار الجماهير السعوديه تتوافد بكثره على الدوحه عشان مباراه السعوديه والارجنتين بكره، مباراه تاريخيه، مباراه مهمه طبعا جدا. هي الناس راح تتفرج، هي بيني وبينك يا استاذ حسام الناس راح تتفرج طبعا على المنتخب السعودي، السعوديين، لكن راح يتفرجوا على ميسي اكتر. بس الجماهير السعوديه زي المصريين كده عاشقين، لا اكتر على فكره، ما احنا عاشقين للمنتخب، بس لو المنتخب مصر بيلعب منتخب الارجنتين انا طبعا عايز، انا بشجع بلدي وكل حاجه، بس عايز اروح اشوف ميسي. وميسي من سوء حظ السعوديه انهم وقعوا مع الارجنتين في اول مباراه، لا وفايق جامد جدا، وخلي بالك فايق كمان ميسي، فايق كمان، فدي
36 ماتش ما خسروش حقيقي. ميسي دي اخر بطوله ليه، اخر كاس عالم ليه، حياه او موت يعني. هيتوج مشواره الباهر ده واللامع ده لازم يتوجه بحاجه كبيره، فهو هيقاتل في قياده المنتخب الارجنتيني ان هو يحقق المنافسه على كاس العالم. هو مش جاي بس ان يقدم مباراه كويسه. فالمنتخبات العربيه انا شايف المنتخبات العربيه كلها كابتن اسلام حظوظها قائمه، ولكنها وقعت في مجموعات صعبه جدا، صعبه للاسف يعني. المنتخب المغربي هو افضلهم مقارنه عطفا على الاسماء يعني واللاعبين المحترفين اللي فيه، ولكنه وقع في مجموعه فيها كرواتيا وبلجيكا، ثاني وثالث كاس العالم 2018 مظبوط. وكندا فريق جاي من بعيد، فريق بيجهز لكاس العالم الجاي هتبقى في كندا والمكسيك وامريكا، فده فريق برضو مش سهل معاهم في المجموعه. المنتخب التونسي كمان عنده مباريات صعبه جدا برضو مع فرنسا حامل اللقب ومع الدنمارك، فريق منظم وفريق عنده امكانيات جيده. فانا شايف وقطر وقعت مع مجموعه الاكوادور، فشلت انها تحقق نتيجه في اول مباراه ليها، والسعوديه مع الارجنتين والمكسيك وبولندا. فانا شايف ان حظوظ المنتخبات العربيه قائمه، ولكن مهمتها صعبه. هتتسلح المنتخبات العربيه بحضور الجماهيري، صحيح الحضور الجماهيري المفروض يكون له دور كبير جدا انهم يقدموا اداء افضل من ان كانت البطوله تقام في منطقه اخرى. دلوقتي صحيح. المدرجات هتكون الغلبة للجماهير العربية في الماتشات دي يا كابتن اسلام، هيكون في جماهير عربية كتير هتيجي، وده ما كانش متاح ليهم في البطولات اللي قبل كده، سواء جنوب افريقيا او امريكا او اليابان او فالبطولة السنة دي مميزة جدا بصبغة عربية وبطابع عربي نقدر نقول يعني. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق لكل المنتخبات العربية. انا بشكرك جدا يا استاذ حسام على تواجدك معانا، الاستاذ حسام نبوي الصحفي بجريدة الراية القطرية.